اللي ربنا اداله أمانة عشان ويشوف هو هيراعيها ولا لا. حق المريض كان واجب علينا ندور عليه. في سلبيات كتير في مهنة الطب بالفعل سلطنا عليها الضوء، اتكلمنا عنها واتكلمنا مش بس عن الدكتور، نتكلم عن الطبيب، بس الطبيب اللي ما بين قوسين مجهول. وانا صغير كنت بسمع في احتفالات مصر باعياد السادس من اكتوبر ان رئيس الدوله بيحط ورد على النصب التذكاري للجندي المجهول. بصراحه ما كنتش فاهم معنى يعني ايه جندي مجهول. فهمت ان الجندي المجهول ده اللي افنى نفسه في ارض المعركه وجسمه تفحم او ما بقاش باين ملامحه، كل ده من أجل تراب الوطن، معرفوش هو مين. الجندي المجهول في مهنة الطب مش شرط حد استشهد أو مات، لا، الجندي المجهول هو مجهول بضميره، بيعمل اللي عليه، بيراعي ربنا، مش عاوز حد يقوله شكرا، هو عاوز بس ياخد الثواب من رب العالمين سبحانه. ده الجندي المجهول في الطب، الجندي المجهول في مهنة من أعظم المهن الإنسانية على وجه الأرض. الجندي المجهول في مهنة الطب موجود بشكل كبير. النهاردة هنحاول نلقي الضوء عن هؤلاء الدكاترة، هؤلاء الأطباء المحترمين اللي بالفعل ارتقوا إن هم يكونوا جنود مجهولة. في أماكن كتير جوه المستشفى بنلاقي خطوط حمراء، خط احمر محدش بيتعداه، محدش بيتعداه لان ده النظام، لان في مرضى جوه بيتعالجوا بنظام معين باسلوب معين، المفروض مش اي حد من بره يتخطى هذا الخط الاحمر. على سبيل المثال اوضه العمليات، اوضه العمليات اللي احنا دايما بنقول هنا في حكيم باشا ان هي صومعه زي المسجد زي الكنيسه، ليها نظام ليها بروتوكول، أرواح ناس جوه ما بين إيد العباد، ما بين إيد ناس ربنا إداهم هذه الأمانة، دكاترة، تمريض، عمال، قد يكونوا سبب في إن هم يكونوا سبب في شفاء هؤلاء الناس، وقد يكون سبب في إن الحالات دي حالة منهم أو حالتين أو كلهم يلاقوا رب كريم. عشان كده في خط أحمر محدش بيتعداه، ما ينفعش أهل المرضى أو حد من بره يتعدى هذا الخط الأحمر، يعني الخط الأحمر ما بيعدهوش غير العاملين في هذا المكان. أوضة العمليات فيها كتير من الجنود المجهولة في مهنة الطب. تعالوا نشوف أبرز الناس اللي ورا الخط الأحمر وهم بالفعل جنود مجهولة. التخدير، دكاترة التخدير للأمانة جنود مجهولة. العملية كبيرة، العيان عنده مرض خطير، الأهل المريض لفوا داره وعملوا أشعاعات الدنيا والسنين، تحاليل يعني على قفا من يشيل عشان خاطر يشخصوا المرض، لفوا على دكاترة، الحمد لله ربنا أكرمهم، وبالفعل الدكتور الفلاني وصل للتشخيص إن هذا المريض محتاج جراحة، والجراحة كبيرة، العملية 6 ساعات 7 ساعات، وربنا يستر. يدخل المريض بعد ما تحضر، وكلمنا عن تحضير الحالة قبل ما يدخل أوضة العمليات في حلقات سابقة من حكيم باشا، بيدخل المريض بينام على ترابيزة العمليات. الأول في دكتور أو في تخصص مهم جدا لازم المريض يمر عليه، وهو تخصص التخدير. التخدير ليه دور في ان هو اولا يقول هذا المريض يصلح او حالته الصحيه تنفع تدخل اوضه العمليات ولا ما تنفعش. ده الدور الاول. الدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع ده هيكون مع ضيفي اللي معايا في مداخله، دكتور مصطفى ابو المكارم اخصائي التخدير. دكتور مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور تامر؟ دكتور مصطفى ازي حضرتك في حكيم باشا؟ اهلا بيك. النهارده بنتكلم عن حكيم باشا الجندي المجهول. ومن الجنود المجهوله للامانه التخصص بتاع حضرتك دكاتره التخدير. ليهم دور كبير جدا في ان العمليه تنجح،
ليهم دور كبير من وجهة نظري قبل العملية، لأن هو الوحيد اللي بيقول العيان ده ينفع يدخل أوضة العمليات ولا ما ينفعش حسب حالته المرضية، حالته الصحية. والدور بتاعكم كبير قوي جوه أوضة العمليات، فتعال نعرف من حضرتك، نعرف الدور اللي قبل واللي جوه أوضة العمليات، دور دكاترة التخدير. يعني مبدئيا هو دكتور التخدير من أول ما العيان بيتشخص إن هو محتاج عملية بيبدأ دكتور بيتعرض على دكتور التخدير، هو اللي بيقيم حالته الجسمانية، هل قلبه، هل تنفسه، هل جميع أجزاء جسمه أو أعضائه هل هي مناسبة لإن هي تتحمل التخدير بالنسبة للعملية المتاحة ديت دلوقتي. هنقعد مثلا ساعة في العملية أو ساعتين أو ثلاثة، كل عيان بيقدر يستحمل مثلا حاجة معينة، بالذات لو عيان كبير في السن أو قلبه تعبان أو عنده مشكلة في القلب أو في الصدر أو في أي عضو من الأعضاء التانية. تمام. بس فهو من البداية تقييم العيان بيبدأ بالتحاليل وبالأشعة بتتعرض عليا قبل العملية. بيبقى في عندنا زي تقسيمة كده للعيان، طبعا العمليات اللي هي الطوارئ كده كده لازم تنام بطريقة معينة، بس بيبقى عارفين حتى لو حالته خطر جدا بنضطر إن احنا ننيمه عشان حالته طارئة لازم ينام. لكن العملية اللي هي يعني متحددة، مش لازم النهاردة ومش لازم بكرة، ممكن تعمل في أي وقت، دي لازم طبعا يبقى العيان ايديال ليها، ان هو يبقى جاهز ليها 100% وبحيث ان هو يطلع من العمليه ان شاء الله ايه من غير ما يعني يتعرض لخطوره، خصوصا ان الفتره بتاعه التخدير ممكن يحصل فيها نزيف، ممكن يحصل فيها إيه. لازم المريض بيتعرض على دكتور التخدير قبل دخول العمليات ولا بتكتفوا بان انتوا بتشوفوا الانفستيجيشنز التحاليل والاشعاعات بس؟ لا طبعا هو الاشعاعات والتحاليل جزء، وكمان الفحص الطبي للمريض نفسه ده بيبقى جزء ثاني، يعني مهم جدا ان هو يتعرض عليه قبل العمليه يعني دكتور التخدير يكشف عليه بنفسه مع الاشعه والتحاليل طبعا. تمام. دون ان احنا ندخل في تفاصيل علميه وطبيه دقيقه، المرضى كتير والمرضى بامراضهم العضويه اللي داخلين يعملوا عمليات كتير جدا، هل بتفصل التخدير بتاعك والتكنيك بتاعك على المريض اللي داخل على ترابيزة العمليات، ولا هو كله تكنيك واحد لكل المرضى؟ اكيد لا بيختلف، مفيش حاله زي الثانيه يا دكتور تامر، الحاجات زي ما حضرتك عارف بيبقى فيه يعني كل سن وليه تخدير معين، كل عمليه معينه وليها تخدير، في بنج، في عمليات بناخد فيها بنج نصفي، في عمليات بناخد بنج كلي، في عيانين قلب ما يستحملوش تخدير معين فبياخدوا نوع معين من الادويه، ونوع تاني بيصبرت القلب، دي بيصبرت القلب، في عيانين اطفال بيناموا بطريقه معينه، في كبار في السن، في ستات حوامل ولاده، كل عمليه بتختلف في تخديرها زي ما كل عيان سنه كبير او صغير او حالته المرضيه غير التاني بتختلف برضه في شغلنا، يعني من حيث الادويه ومن حيث مراعاه العيان في وقت العمليه نفسها. تمام. تعالى نتكلم على الجزء الشخصي. دكتور التخدير ممكن ما بينامش 24 ساعة، ساعات بيتصلوا بيه تعالى حالا في عملية، الموضوع بيبقى مرهق، ازاي ممكن حضرتك وراجل اخصائي تخدير بتوازن ما بين ده وده؟ ازاي بتقدر يعني تظبط حياتك عشان خاطر بالفعل تخدم المرضى على اكمل وجه؟ يعني يمكن حضرتك قصدت يعني اصعب نقطه في حياه دكتور التخدير، ان هو فعلا وقته مش ملكه، يعني هو في اي وقت ممكن يبقى مطالب ان هو ينزل عشان ينقذ عيان، او عشان ست مثلا بتولد خلاص فلازم تولد دلوقتي، فسواء هو كان شغال طول اليوم او ان هو دلوقتي كان يعني نبطشي او مش نبطشي، هو مطالب طول الوقت، موضوع وقته ما بيقدرش يتحكم فيه، فبالتالي بتاثر على حياته الشخصيه، يعني في البيت ما بيقدرش النوم بقى دوت، كان زمان بيبقى متعب شويه، دلوقتي خلاص بقى الواحد اتعود ان هو في اي وقت ممكن يبقى اون ديوتي فبيقوم والقهوه بقى بتساعد شويه دكتور تامر. واكيد في البيت عند حضرتك طبعا تفهموا الموضوع، لان اكيد هم بيعانوا معاك برضو. يعني يا زوجه طبيبه، يعني الحمد لله ربنا يبارك فيها، طبعا في البدايه كانت بتبقى متضايقه جدا ومستاءة، وبعد كده اتعودت برضو وعرفت ان هي عشان خاطر المريض برضو. تمام. دور دكتور التخدير بعد العملية هل ليه دور حتى في غرفة الإفاقة؟ هل ليه دور ولا خلاص هو بينتهي عمله جوه أوضة العمليات؟ يعني هو احنا يعني يمكن بعد يعني في العملية نفسها بيبقى دور دكتور التخدير قوي جدا طبعا، ان هو ملاحظة العيان طول الوقت،
ومتابعه جميع اعضاء جسمه، بحيث ان هو يطلع في الاخر لما يجي يصحى العيان في الاخر، ودي من اخطر الوقت اللي بيعدي على الدكتور يعني على العيان في العمليه وعلى دكتور التخدير، وقت صحيان العيان مش نومه. يعني هو يمكن نومه بالادويه ويبدا يخش على الجهاز التنفس الصناعي، بعد كده بيبدا يصحى اخر العمليه بعد ما الجراح ينتهي من العمليه بتاعته. فبيبقى الوقت ده بيبقى خطر جدا، يعني هو ده من اخطر اوقات العمليه. بيبدا بعدها العيان يطلع على اوضه الافاقه لمده مثلا نص ساعه ساعه على حسب العمليه اللي مر بيها. في الوقت ده طبعا دورنا برضه من اقوى الادوار، لان هو معرض ان هو يخش في اي انتكاسه في نفسه، في يخش في نزيف بعد العمليه، يخش يعني اي خطر متاح ممكن يبقى اول ساعه دي اكتر يعني بعد العمليه. فطبعا بيبقى دورنا قوي جدا ان احنا نتابعه لحد ما نطمن عليه ويطلع اوضته. يعني بعد كده الدور بقى بيتابعه في المستشفى، يعني الستاف تاني اللي بيتابعه. تمام. دكاتره التخدير بتمر بمواقف صعبه جوه اوضه العمليات، اكيد مريت بمواقف كتير في اوضه العمليات والحمد لله قدرت تعمل كنترول. تعال نقول للساده المشاهدين وانا واحد من الناس عاوز اعرف موقف صعب مريت بيه جوه اوضه العمليات. يعني هو مش موقف معين يعني، بس هي اوقات كتير طبعا بيحصل يعني نزيف للعيان، او ان حاله العيان مثلا بيبقى عيان طوارئ وحاله القلب بتاعته غصب عننا بننيمه، واحنا عارفين ان هو ما يستحملش تخدير، فساعتها طبعا بنخش في وقت كده مثلا احنا بنحاول نلحق العيان طبعا، لان العمليه بتاعته لازم تبقى ايرجنت ولازم تتعمل حالا، وهو حاله قلبه ما تسمحش، فبنبدا ان احنا نسبورت القلب بتاعه بحيث ان هو يقدر يعني يقدر يستحمل وقت العمليه، لان طبعا التخدير بياثر على الضغط وعلى النبض وعلى جميع الاعضاء الحيويه، فبيبدا كل ده ينزل، فاحنا يعني مهمتنا في الوقت ده ان احنا نكنترول العيان ده بحيث ان هو يطلع لبر الامان ان شاء الله بعد ما يخلص العمليه بتاعته. في الوقت ده طبعا ممكن يحصل اي مفاجات، اي مفاجات ممكن تحصل، فاضطر ان احنا نتعامل عليها، يعني نتعامل ليها وقت يعني من غير ما يعني حتى التفكير ممكن ما ياخدش وقت، احنا متعودين خلاص ان انت بتتحط في الموقف الفلاني تبدا تتحرك خلاص، انت خلاص حفظت تتعامل ازاي، وتبقى اسرع جدا، تحاول توجد اللي حواليك ان هم يساعدوك، وكل واحد بيبقى عارف مهمته في اوضه العمليات، يعني ما بيبقاش برضه يمكن الواحد بيبقى هو الليدر للمهمه دي او الميشن دي، بس طبعا بيبقى في بنود ثانيه كتير طبعا، يعني لو ذكرنا التمريض او فنيين التخدير اللي هم بيساعدوا دكتور التخدير او اي حد في غرفه العمليات، كلهم جنود مجهوله يا دكتور مصطفى. طبعا كلهم طبعا جنود مجهوله، يعني هم بيشتغلوا في كلوزد اريا، يعني اوضه مقفوله عليهم، بس طبعا هو بيطلعوا النتيجه بره، ويمكن بره بقى العمليه نجحت مش عارف كذا، فبيبدا يعني حتى الجراح ممكن يتقال له شكرا من العيان. تمام. لكن هم دول في جوه غرفه العمليات بيبقى يعني هم كلهم كل واحد له دور قوي جدا، حتى العامل بتاع العمليات اكيد له دور قوي جدا. اكيد دكتور مصطفى، لانه فاهم الدنيا بتمشي ازاي وازاي يحافظ على المريض، وبصراحه بيبقى كل الستاف جوه قلبه على المريض، هو الامانه اللي ربنا اداها لكم. بشكر حضرتك دكتور مصطفى. شكرا يا فندم. بشكر حضرتك دكتور مصطفى ابو المكارم اخصائي التخدير، وان شاء الله نجي لك بكاميرات حكيم باشا وندخل معاك أوضة العمليات ونشوف دكتور التخدير وشغلته عاملة ازاي جوه أوضة العمليات. واحنا من هنا من حكيم باشا بنشكر كل دكاترة التخدير المحترمين اللي بالفعل جنود مجهولة، ما بيقابلوش أهل المريض، ما فيش كونتاكت ما بينهم وما بين أهل المريض، ما فيش حد من أهل المريض بيخش يقول لهم شكرا يا دكتور، احنا هنا بنقول لكم شكرا يا دكتور. بعد العمليات ممكن الحالة تبقى خطرة والحالة حرجة والمريض محتاج ينزل العناية المركزة، ده جزء من الأجزاء اللي المريض بيحتاج فيها العناية المركزة، نزيف، هبوط في الدورة الدموية، في التنفس، صعوبة في التنفس، فدكتور التخدير برضو هو اللي بيقول العيان والجراح معاه بيقولوا إن هما العيان محتاج ينزل العناية المركزة، ده من ضمن الحاجات اللي بتتطلب عناية مركزة. حتى لا قدر الله جاله سي في اس سريبرو فاسكولار ستروك، جلطه دماغيه مثلا، حد تاني جاله جلطه في القلب، ذبحه صدريه، ام اي، حاجات كتير بتتطلب ان المريض يدخل العنايه المركزه. جوه العنايه المركزه زي اوضه العمليات في جنود مجهوله. وبالفعل دكتور العنايه المركزه الاخصائي اللي في العنايه المركزه بجد بجد بيتعب جدا عشان المرضى اللي معاه.
اولا بيبقى عنايه مركزه فيها حوالي مثلا 10 12 سرير، ممكن يكونوا في 2 دكاتره اخصائيين هم المسؤولين عن هؤلاء المرضى. بيتعبوا جدا لان كل مريض وليه حالته، ومش الحالات الكولد، مش الحالات اللي هي المريض عنده انفلونزا مثلا اللي عنده حاجه خفيفه بيروح يكتب له الادويه، لا المريض ده لاما انتوبيتد انبوبه في داخله في التراكيه عشان خاطر التنفس، لاما المريض ده في غيبوبه وعلى الاجهزه بتاعه العنايه المركزه كلها عشان يتعمل له تقييم للحاله بتاعته، لاما المريض ده مثلا عنده عامل حادثه ومكسور في كل حته في جسمه وبرده في مشاكل في التنفس، في مشاكل في الدوره الدمويه. كل مريض من المرضى دول في حاله خطره. الموضوع محتاج اولا ثبات انفعالي جدا، لان شويه او كل شويه الالارم بيدق وبيقول ان المريض ده لا قدر الله داخل في ارست، المريض ده قلبه بيقف، فتلاقي الدكتور ده لازم يبقى عنده ثبات انفعالي عشان يقدر يتحكم في الحاله اللي موجوده، يقدر يحاول ان هو يرجع المريض ده تاني للحياه بفضل الله. أو المريض ده محتاج أدوية بتمشي على سيرنج معينة، سرنجة معينة ليها ريت معين لازم يظبط الجرعات بتاعتها، تحاليل لازم كل شوية يطلبها. الدكتور العناية المركزة من الجنود المجهولة بالفعل إن أهل العيان أو أهل المريض، وممكن المريض نفسه ما يشوفهوش لأن المريض قد يكون في عالم آخر، لكن بيعمل مجهود جبار هو والتيم اللي معاه. زي ما دكتور مصطفى قال، هو أوضة مقفولة. لما اتكلم على أوضة العمليات نفس الحكاية، في خط أحمر على باب العناية المركزة محدش بيعديه، لكن جوه العناية المركزة في خلية بالفعل جنود مجهولة أهل المريض ما بيشوفوش، قد يكون في ميعاد الزيارة بيدخل مفيش 5 دقايق وبيخرج، لكن بيعمل مجهود جبار بالفعل. بالفعل كل شكر لكل أطباء العناية المركزة وكل التيم اللي جوه العناية المركزة اللي بالفعل جنود مجهولة. ما زلنا بنلقي الضوء عن الحكيم باشا الجندي المجهول. دكاترة بالفعل بتتعب وبتشقى، بتبات بره بيتها بال 24 ساعة، ما بتنامش وبتطبق، ما بتاكلش كويس، دايما موبايله جنبه، دايما الدكت ده جهاز بيدوه في المستشفيات للنواب النبطشيين، الدكت ده جنبه على طول، هو في السكن بتاعه، اي جرز اي كول عليه بينزل جري، نايم بقى بياكل، تعبان مش تعبان، هو بيراعي ربنا سبحانه وتعالى، هو شايل الرساله وقدها ودود، بيقوم يجري عشان ملهوف على المريض اللي ربنا بعته ليه عشان خاطر يغيثه، عشان خاطر يبقى سبب في ان هو في شفائه. النواب والنواب دول ناس بالفعل مطحونين. النايب في اي تخصص من التخصصات بيبقى ليه نبطشيه 24 ساعه سايب بيته واهله، ممكن يكون في اكل عيش ليه، في عياده بيروح فيها عشان خاطر أكل عيشه، ليه لأ مش عيب، ولكن سايب كل ده وقاعد في المستشفى 24 ساعة. وللأسف الشديد، ولازم برضو أخد الكاميرا كده أو أدخلكم معايا في السكن بتاع الدكاترة النواب دول، أماكن ومستشفيات في مصر فيها أماكن سكن لهؤلاء النواب بالفعل لا ترتقي أن يعيش فيها إنسان، بجد بجد بيعانوا، بجد ما بيبقاش سكن آدمي ليهم، لكن بيعملوا اللي عليهم، بجد بني آدمين ما بيهمهمش حاجة، كل هدفهم المريض، كل هدفهم الروح اللي جاية المستشفى وهو سبب في ان هو يغيثها. النواب 24 ساعة في المستشفى، خاصة نواب الجراحات بقى، نواب الجراحات يعني لسه واقف في العمليات 4 5 ساعات، وبعد كده بيمر على العيان ويطلع نبطشيته، بيشوف الحالات اللي جايه في الطوارئ، وكل شويه بيروح تاني الاوض المرضى، ممكن يكون عمليه 2 3، بيباشر هؤلاء المرضى، تليفونه على طول معاه، بيتصل بالاستشاريين، بيتصل بالجراح بتاعه، بيقول له الحاله كذا وكذا وكذا، ربنا يستر وما يحصلش اي مضاعفات ما بعد العمليه، لان بالفعل
بيبقى لود عليه، بيبقى هم على هذا النائب. تعالوا نشوف ونعرف من دكتور احمد مراد، مدرس مساعد جراحه الوجه والفكين جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. تعالوا نشوف ايه الجوب ديسكريبشن للنائب، النائب ومعاناته واللي عليه واللي ليه. دكتور احمد مراد، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور تامر؟ ازي حضرتك في حكيم باشا؟ اهلا وسهلا حضرتك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. دكتور احمد، النائب جندي مجهول، النائب وخاصة اللي بياخدوا نبطشيات بيتعبوا وبيعملوا اللي عليهم وبيعانوا كتير عشان خاطر يساعدوا المريض. تعال نعرف من حضرتك ايه الديوتز، ايه الحاجات اللي النايب بيقوم بيها، اللي لازم يقوم بيها النايب. هي حاجات كتيره، بس يعني باختصار كده يا دكتور تامر، النايب هو من ينوب عن القسم، اي قسم في المستشفى او الاقسام الكلينيكيه عموما، من ينوب عن القسم كله. بيبقى تمام. في وتبقى دي اول مرحله خالص يا دكتور، بعد ما بنخلص الكليه بنبقى جي بي والامتياز بنبقى جي بي، نبدا نخش مرحله النيابه، دي اول مرحله خالص في التخصص. تمام. النايب الاول بيبقى نايب جونيور خالص، بيخش الاول خالص بيبقى اوبزرفر خالص، بيراقب الدكاتره. اوكي. بيبقى في نايب سينيور خبره عنه، هو اللي بيمشي معاه على طول الوقت، طول الوقت ديوتيز بيبر وورك والحاجات ده كله، ده اكتر شغل بيشتغلوه، شغل الفايلنج، الفايل بملف العيانين، السيستم ده كله. أوكي. اللي بيشتغله النايب. العيان بيخش النايب بيستقبله، ياخد منه الكلينيكال الهيستوري بتاعه اللي هو التاريخ المرضي، ويبدا يعرف الاستشاري بالحاله، والاستشاري يدي له اوردرز، يرجع تاني النايب يعدي على المريض، يدي التعليمات للمريض ويكتب العلاج، واي جديد بيلاحظه النائب وملاحظات العلامات الحيويه بتاعت المريض بيبدا النايب ينقلها. فهو النايب هو عين الاستشاري في المستشفى. تمام. دي باختصار بسيط شديد جدا اول حاجه بيعملها النايب. يبدا بعد كده النايب لما يقدم شويه يبقى هو نايب سينيور، ويجي تحتيه نايب جونيور، هو مطلوب يعلم النايب الجونيور اكيد الحاجات اللي اتعلمها. تمام. مع حاجات كتيره، هو طبعا عشان النايب ده يترقى ويستمر في الكارير الوظيفي بتاعه لازم يكون بيحضر دراسات، فالنائب ده هو الجندي المجهول المطحون في العمليه. زي ما انت قلت، هو بيبقى العين بتاعت الاسم، هو اللي بيبقى شايل الاسم من تحت. بالظبط، هو ايد الاسم ورجليه في المستشفى. تمام. هو ايد الاسم ورجليه، اي حاجه بتتعمل بالتليفون الاستشاري بيطلبها منه النائب بينفذها. المرضى بيبقوا جايين طبعا ملهوفين، او مش المرضى بقى، اهل المرضى بيبقوا جايين قلقانين على المرضى بتوعهم، وخاصه في الاستقبال في الطوارئ. بالظبط. النايب هو اول من يستقبل هؤلاء الناس، المريض واهل المريض. شايف النايب المفروض يتعامل ازاي مع اهل المريض قبل المريض نفسه؟ بالظبط. الموضوع ده بيحتاج دايما بنفضل احنا ما ينزلش النائب الجونيور هو اللي يتعامل مع الاهل، لان ما عندوش خبرات سابقه كثيره في الموضوع ده، فبيبقى مع النائب الجونيور بينزل مع النائب السينيور بتاعه. النائب السينيور بيبقى عنده خبره، بيتكلم شويه مع اهل المريض، بيشوف حد منهم بيبقى اكبر واحد فيهم مثلا، او يستشف فيه الحكمه مثلا، ويبدا يتكلم معاه، بيعرفه الحاله فيها ايه، واحد اثنين ثلاثه، بصوره ما تخليش اهل المريض يتخضوا قوي، في نفس الوقت ما نديش اوفر اكسبكتيشن، لو مثلا لو حاله فيها خطوره او في خطوره على الحياه ما نديش امل زائف. احنا بنقول ان احنا مثلا شغالين على الحاله وربنا يساعدنا، يعني بحيث ان نمتص غضب اهل او مش غضب، هو بيبقى لهفه وعايزين يطمنوا على اهل على المريض نفسه، فلازم بتبقى فيها سنه ايه يا دكتور، لازم يعني حسن تعامل. تمام. ساعات بيبقى رد الفعل بتاعهم اوفر شويه، هم طبعا خايفين كتير، وساعات النايب ساعات طبعا لسه شاب صغير، لسه في اول حياته في مهنه الطب، ما بيبقاش مقنع شويه لاهل بعض المرضى.
بتشوف ده ازاي وبتشوف محتاج ايه من النايب عشان يثبت وجوده ويطمن المريض واهل المريض؟ في الحاله دي يا دكتور، يعني احنا دايما في الاماكن اللي هي بتبقى دايما بيبقى في نايب سينيور ونايب سينيور ونايب جونيور، وبيبقى في اخصائي موجود. لما بيبقى في النايب بيحس ان مثلا الاهل مش مقتنعين بيه، بيستعين باراء دكاتره اخرين، يا اما الاعلى منه في نفس التخصص، يا اما بيفهم اهل المريض ان احنا بنعمل عروض مختلفه، ويجيب عرض كذا قسم ثانيين الحاله نفسها داخله فيهم. فبيبدا بقى ايه، اما اهل المريض بيسمعوا كذا راي، والكذا راي دول كلهم بيصبوا في نفس الحاجه، فبيعرفوا ان ده الراي الصحيح وايه، واحنا لازم نمشي على الطريق ده. في مستشفى سعاد كفافي، واحنا جينا عندكم في بكاميرا حكيم باشا، بسم الله ما شاء الله، المكان يرتقي ان النايب يقعد 24 ساعه عنده في الاوضه بتاعته، مكان مؤهل لده. في بعض المستشفيات دكتور احمد بيبقى المكان للاسف الشديد لا يرتقي لان بني ادم يقعد فيه، وبيبقى مطلوب من النايب كل اللي حضرتك بتقول عليه. شايف ده ازاي، وشايف ان زمايلك النواب دول يعملوا ايه رغم الصعوبات دي؟ هل يكملوا ولا يعملوا ايه؟ قول لي. والله يا دكتور للاسف يعني مطلوب منهم ان هم يكملوا رغم كل الصعوبات دي. يعني ما قدامناش اوبشن غير كده يا دكتور. يعني احنا غير احنا نطالب بان الدنيا تتحسن وكده، بس ما قدامناش اوبشن غير الشغل في اسوأ الظروف. احنا يعني احنا بنقدم رساله يا دكتور. تمام. انا بقول لهم معلش يا جماعه نصبر، واحنا عارفين قد ايه النواب بيتعبوا، خصوصا يا دكتور اول 6 شهور النايب تقريبا ما بيروحش. أكيد. يقعد في المستشفى 6 شهور متصلين في تمام. الشهر بيروح يوم ولا اتنين، وكمان ممكن ما يروحهمش لو كان ارتكب اي خطا صغير ولا حاجه، ممكن الاعلى منه يقول له لا ده انت مش هتروح عشان انت غلطت في كذا وكذا. اكيد. فلا ده يعني فعلا وظيفه النايب دي يا دكتور يعني هي حاجة صعبة مهمة جدا. بالظبط. بعد كده بقى لم كل ما بيكبر شوية بيرتاح شوية دكتور. يعني أكيد. الضغط بيقل عليه شوية، بيجي ناس تحتيه هو بيبقى سينيور، بعد كده يبدأ يبقى مدرس مساعد يعلم اللي تحتيه. فالضغوط بتقل من عليه، بس هو أكتر واحد فعلا بيشيل الشغل في المستشفيات هو النائب الموجود. تمام دكتور أحمد، بشكر حضرتك دكتور أحمد مراد، وبالتوفيق لكل النواب اللي معاك. وشفتوا قد إيه النائب بالفعل جندي مجهول، هو اللي بيشيل ساعات الاسم، هو ايد الاسم. فبجد كتير من مهنه حكيم باشا الاطباء جنود مجهوله. مش بس بقى كده، في مهن مساعده للدكاتره، وبالفعل هم برضو جنود مجهول. التمريض والتمريض اتكلمنا عنه في حلقه من حكيم باشا، وانتقدنا السلبيات الإنسانية، السلبيات اللي ساعات الممرض أو الممرضة ما بياخدوش بالهم منها، ما بياخدوش بالهم إن المريض ده إنسان لازم يتعاملوا معاه بإنسانية أولا. لكن في مقابل ده في ممرضات، في ممرضين بالفعل بني أدمين بيراعوا ربنا سبحانه وتعالى، وبالفعل هم جنود مجهولة. والتمريض مهم جدا، ده الإيد اليمين للدكتور. التمريض ده تخصصات زيه زي الدكتور بالظبط. يعني هتلاقي في جوه أوضة العمليات ممرضة العمليات. ممرضة العمليات دي لو ما كانتش الميس دي بالفعل عندها الخبرة، والله العظيم ممكن العملية تفشل. يعني لو الأدوات مش متظبطة ومرصوصة صح للجراح، وتلاقي إن مثلا الشريان الفلاني راح ضارب في وشك ولا حاجة، والممرضة مش مظبطة الأدوات ومش مظبطة صينية الأدوات، ممكن العين يقعد يخر كتير قوي عقبال ما نلحقه. ممرضه العمليات من الجنود المجهوله، محدش بيشوفها. لكن بالفعل لازم تبقى عندها خبره ان هي تبقى تساعد الدكتور على اكمل وجه. وفي منهم بني ادمين بالفعل بياخدوا بالهم من المريض اللي نايم، لان هم بيعتبروه حد من اهلهم. ممرضه العمليات جندي مجهول. ممرضه اللي بتبقى في النبطشيه بالليل، اللي راحة جاية على العيان، اللي كل شوية تذاكر العيانين معاها، العيان اللي تدخل العنبر، عم فلان محتاج يتعلق له سلاين،
الست فلانه في العنبر بتاع الستات محتاجه يتعلق لها جلوكوز، ده محتاج نقل دم، الولد ده لسه خارج حالا من العمليات، لازم تبقى عندها الخبره ان هي تباشر الحاله ما بعد العمليه مع الدكتور، لازم يبقى عينيها على هذا المريض، ولازم تبقى في كونتاكت ما بينها وما بين النايب اللي برضه في السكن اللي في المبنى اللي جنبيها دايما معاه عشان خاطر هذا المريض، حياة وروح هذا الإنسان. ممرضة النبطشية جندي مجهول، بتشقى وبتتعب بالليل، تبقى سهرانة بالليل مع المرضى في الدور في القسم ومحدش بيشوفها، لكن هي بتراعي ربنا سبحانه وتعالى لان هي عارفه محدش بيشوفها، لكن رب العالمين سبحانه شايفها. ممرضه النبطشيات في كل الاقسام في كل التخصصات جنود مجهوله، بنشكرهم. التمريض وفي في 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 تخصصات كتير من التمريض جنود مجهوله، هتلاقي الممرضات في الغسيل الكلوي، الممرضات في التخصصات الدقيقة في العناية المركزة، الممرضة في العناية المركزة دي بجد بجد ممكن تنقذ حياة إنسان وتلحقه بفضل الله قبل ما الدكتور يجي يشوفه، ممكن تنقذ حياته وترجعه تاني للحياة بإذن الله قبل ما دكتور العناية المركزة يشوفه، بالفعل جنود مجهولة. التمريض وممرضات كتير يرتقوا ان هم يتقال عليهم جنود مجهولين، احنا بنشكرهم هنا من حكيم باشا. مش بس التمريض ومش بس المهن المساعده للدكتور، لا ده احنا بندخل من اول ما بندخل باب المستشفى بنلاقي جنود مجهوله، بنلاقي عامل النظافه اللي واقف او عامله النظافه اللي واقفه على باب المستشفى او جوه في الاستقبال او في الدور في عنبر البطنه في اسم البطنه، أو اللي في أوضة العمليات عم فلان العامل اللي جوه، أو غيره وغيره، بالفعل جنود مجهولة. تعالوا نشوف المستشفى لو ما فيش عمال بيراعوا ربنا وبياخدوا بالهم من نظافة المكان، تعالوا نشوف أوضة العمليات لو ما فيهاش نظافة، لأن في حاجة مهمة قوي في أي مكان فيه أو على بابه عنوان بيقول إن هنا بيراعي أو بيخدم المرضى، لازم في حاجة مهمة اسمها الانفكشن كنترول، إن احنا نكافح العدوى في أي مكان بيتعامل مع المريض، بيتعامل مع صحة الإنسان. العامل مهم جدا في الانفكشن كنترول، العامل مهم جدا عشان خاطر يقلل من العدوى في أي مكان في المستشفى، العامل مهم جدا في أوضة العمليات إن المكان يبقى نظيف، ده هيقلل من نسب العدوى للمرضى اللي على ترابيزة العمليات. العامل مهم، والعمال اللي بتراعي ربنا كتير، والعمال اللي بيتعاملوا بإنسانية بإنسانية، هو بينظف المكان لكن دايما باصص لمين اللي داخل المكان، دايما باصص إن في جوه المكان ده حياة بني آدم، ناس بتنقذها بفضل الله. اي عامل من عمال النظافه اللي بيراعوا ربنا في مستشفيات مصر كلها احنا بنشكرهم وبنحييهم هنا من حكيم باشا، وبالفعل هم جنود مجهولين. رغم كده بيبقوا بياخدوا يعني مرتبات زهيده، ما بيبصوش لده. وبرده من وجهه نظري سواء كان دكتور او تمريض او فني معمل او فني اشعه او عامل حتى، ممكن يكون على قد حاله، مرتبه بسيط، وفي منهم كتير عندهم رضا جوه قلوبهم وبيرضوا بيبوسوا ايديهم وش وظهر، بقول لهم مرتباتكم بسيطه لكن الاجر الكبير عند رب العالمين سبحانه. الاجر الكبير ان ربنا هيبارك لك في مرتبك البسيط، ربنا هيبارك لك في بيتك واولادك، ربنا هيبارك لك في صحتك، وانت كأي شخص بيشتغل جوه مستشفى شايف مرضى شايلين آلام السنين، مرضى تعبانين، وانت شايف ان انت ربنا اداك الصحة عشان خاطر تخدم هذا المريض، احمد ربنا على نعمة الصحة، ودايما خلي المريض قدام عينيك، ودايما اتعامل معاه بإنسانية، وما تبصش للعائد المادي، هيجيلك. بس برضو من حكيم باشا ومن منبر حكيم باشا بنتكلم وبنقول ان احنا برضو لازم في منظومة الصحة، ولازم نبص للناس العمال دول اللي على باب الله، ونحاول نزود مرتباتهم، نحاول برضو نخلي عندهم العائد المادي اللي يديهم
فعلا باور ان هم يخدموا المنشأة اللي بيشتغلوا فيها على اكمل وجه ويراعوا ربنا في مهنتهم. الجنود المجهولة في مهنة الطب كتير، محدش بيشكرهم كتير، محدش بيشوفهم من اهل المرضى، ولكن احنا هنا في حكيم باشا بنشكرهم وبنقول لهم بجد انتم ترتقوا ان يكون لقبكم حكيم باشا. بالفعل بقول لهم استمروا مهما كانت المصاعب، مهما كانت المتاعب، مهما كان اللود اللي عليكم، انتوا شايلين رسالة إنسانية من أسمى رسائل على وجه الأرض. يا رب إن شاء الله يوفقكم وتقدروا تعملوا اللي انتوا بتعملوه لوجه الله تعالى. ده كان فقرتنا الأولى في حكيم باشا عن حكيم باشا الجندي المجهول. فاصل ونرجع لكم، يلا بينا. فرنسا، لسافر أوروبا، لسافر أمريكا، وقعد سنين طويلة هناك يتعلم ويدرس، قعد سنين طويلة يتعلم الطب بالفعل على أكمل وجه، وبعد شوية كبر وتدرج في مناصبه بره، في المناصب بره في التخصص بتاعه، ورجع مصر بالعلم، رجع مصر عشان يعالج وعشان يعالج ولاد بلده. وقبل ما يرجع مصر هو بره نبغ وخد بوزيشن وخد مكانة علمية وقامة علمية بالفعل في البلد اللي اتعلم فيها، وبقى مرجع، بقى ريفرنس للدكاترة بره. لكن ما نساش أهل بلده، ما نساش بلده اللي بالفعل اتربى على أرضها، ورجع عشان خاطر يخدمهم. نماذج كتير قوي، يعني أهمهم طبعا السير مجدي يعقوب، دكتور مصطفى السيد، دكاترة كتير قوي تعبوا بره وشقيوا بره وتغربوا ورجعوا عشان يخدموا بلدهم. تعالوا نستقبل ضيفي على الهاتف، دكتور تامر لطفي، استشاري التغذية العلاجية، ونتكلم معاه في الدكتور المصري بره من زمن طويل عامل ازاي. فعلا شرفوا مصر وفعلا عملوا اللي عليهم وفعلا لما رجعوا خدموا اهل بلدهم. دكتور تامر، برحب بحضرتك في حكيم باشا. اهلا وسهلا. اهلا دكتور تامر، ازي حضرتك؟ الحمد لله. دكتور تامر، تعالى نتكلم عن الدكتور لما يسيب بلده ويسافر بره عشان يتعلم الطب، شايف ايه الواجب عليه تجاه بلده وهو بره في الغربه؟ والله هو بيبقى نموذج لينا احنا، يعني احنا كمصريين ونسافر بره بيمثل مصر طبعا قبل اي حاجه. فاحنا عندنا الدكاتره الحمد لله متميزين في كل المجالات، حتى لو طلعنا بره المجال الطبي هتلاقي التميز عندنا كتير. يعني الصور المشرفه اللي موجوده كتيره من زمان، احنا عندنا حته الذكاء بتاع الدكتور او الطبيب ان هو يقدر يوصل بابحاث او دراسات او حاجات لمستويات عاليه او ليفلز عاليه. فاعتقد ان دي حاجه دايما بتتنقل واحنا بنشوفها على كل العصور او على كل الاوقات. تمام. دكتور تامر، عاوزين نعرف التجربه الشخصيه بتاعتك. انا عارف حضرتك سافرت بره ودرست بره، تجربتك الشخصيه كانت عامله ازاي؟ وعرفنا ايه اللي حصل بره. والله احنا دايما بنعتمد لما بنسافر، احنا بنعتمد ان احنا نطور من الشغل او الاداء بتاعنا بشكل كبير، بحيث ان احنا نبقى يعني احنا مسافرين بنمثل اسم كبير، محتاجين ننقل الصوره دي لبره للناس. اوكي. النتائج بتاعتها الحمد لله بتبقى ظاهره معانا بسرعه، احنا بنتعب وبنجتهد ان احنا نبقى خير من يمثل اسم مصر بره، ننقل تجاربنا او خبراتنا ديت للناس، بحيث ان احنا اما نرجع مصر كمان نبقى بالاستقبال اللي احنا بنشوفه للنماذج بتاعتنا المشرفه اللي موجوده. تمام. الكارير الطب مش سهل، ودراسه الطب مش سهله. المتاعب اللي بيلاقيها الدكتور المصري في امريكا في اوروبا عشان يتعلم الطب، ايه هي؟ عاوزين نعرف ايه هي. مش عاوز اتكلم على حته فيها عنصريه شويه، بس احنا دايما كعرب لما بنسافر بيبقى عندنا شويه علامات استفهام موجوده، فعشان تثبت او تشيل الحته دي اللي موجوده ديت وتبتدي تثبت نفسك في مجالك او في الحته اللي انت شغال فيها دي بتاخد مننا وقت شويه، بس مع اجتهادنا ان احنا بنبقى مسافرين عندنا اهداف واضحه واهداف محدده، بحيث نقدر نثبت نفسنا قدام الناس كلها ان احنا متميزين
مش على عكس ما الناس كتير بتفكر يعني في الغرب يعني، بتتنقل الصوره ديت والشكل بتاعنا بيظهر بشكل كويس. تمام. خليني اسال حضرتك، دكاتره سافرت بره عملت ماجستير ودكتوراه، ودكاتره لا ما سافروش رغم ممكن امكانياتهم تسمح ان هم يسافروا ويتعلموا بره، شايف الفرق ايه ما بين الدكتور ده وما بين الدكتور ده؟ هو افرقهم الاثنين ان في حد لقى الطريق بس اللي يمشي فيه، وفي واحد لسه ما لقاش الطريق دوت. زي اي حد بيبتدي رحله حياته او كفاحه بيشتغل هنا في مصر، في ناس كتير بتظهر مستوى كويس، وفي ناس ما بتلاقيش الطريق، مش عارفه تلاقي الطريق للنور ان هي تطلع بره تشتغل تثبت نفسها. انا من خبرتي في شغلي او في مجالي، اشتغلت كتير ولفيت كتير، عندنا في مصر نماذج مشرفه جدا، لو سافرت بره هتبقى فخر فعلا لينا. وفي نماذج كتير موجوده بره احنا كمان ما شفناهاش، اللي احنا شفناه او سمعنا عنه قليل يعني. في كتير جدا بره موجودين وبيبذلوا مجهود خرافي في اكتشافات وفي حاجات جديده. طبعا ده ما بيتنقلناش هنا، احنا مش شايفين الصوره 100%، بس اللي بيوصل لنا احنا بنشوفه كنموذج مشرف. بس الفرق بين الاثنين ان حد لقى الطريق دوت او عرفه، وفي واحد تاني لسه مش عارف الطريق يوصل بيه ازاي. تمام يا دكتور تامر، بشكر حضرتك على وجودك معايا في حكيم باشا، بشكر الدكتور تامر لطفي استشاري التغذيه العلاجيه. ودي كانت كلامه عن ليه الدكتور بيسافر بره عشان يتعلم، ليه ما قعدش في بلده. الامكانيات قد تكون سبب. التطور العلمي والتكنولوجي بره في اوروبا وامريكا مذهل، والدكتور ان هو يسافر يتعلم الحاجات دي والتكنولوجي الجديد دي حاجه طبعا تحسب ليه، حاجه تحسب ليه لو هيروح يتعلم ويرجع يخدم اهل بلده، تحسب ليه لو رايح بره عشان ينبغ في التخصص بتاعه ويبقى شيء مشرف لبلده. بيشقى وبيتعب، كفايه الغربه عليه. في سيستم هناك وفي رولز وقواعد بالفعل بتحكم منظومة التعليم الطبي بره. ممكن بعد كده في حلقة من الحلقات نحاول نتعايش مع مثلا في بلد من البلاد إن منظومة التعليم الطبي، نحاول نوري للسادة المشاهدين إزاي بيعلموا الطب بره. في فرق ما بيننا هنا وما بين بره، أكيد في فرق. واتكلمنا عن في حلقات قبل كده عن منظومة التعليم الطبي والسلبيات اللي موجودة فيها، وعرفنا ان في حاجات للأسف الشديد فيها نوع من المحسوبية، فيها نوع من التعقيد للناس اللي عاوزين يتعلموا ويكملوا تعليمهم في الطب بعد التخرج. ولكن برضو احنا هنا او النهاردة بنقول الإيجابيات، أساتذة عندنا بالفعل بياخدوا بإيد الطلبة بتوعهم وبيساعدوهم عشان خاطر يتعلموا مهما كانت الإمكانيات قليلة. من حكيم باشا بنحيي كل دكتور سافر بره عشان يتعلم الطب ويطور من نفسه ويشوف الجديد ويطلع على الجديد في مهنة الطب، ويرجع بعد كده يشيل علمه على كتفه ويجي هنا يخدم أهل بلده ويخدم المرضى على أكمل وجه، ويطور من منظومة الطب، يدخل الجديد، يدخل اللي شافه بره هنا في مصر. تحية لكل حكيم باشا، فعلا كان نموذج مشرف لمصر بره. الدكاترة اللي بيسافروا مش بس بيسافروا عشان خاطر يتعلموا الطب، لا، وللأسف الكتير منهم كده دلوقتي. طبعا الحالة المادية وظروف المعيشة، وبعض الأحيان في بعض الأحيان زي دكتور تامر ما قال، الدكتور ما بيلاقيش طريقه اللي هيجيب له العائد المادي، لان ده اكل عيشه، وما بيلاقيش طريقه اللي هيجيب له العائد العلمي. العائد العلمي او التعليمي في دكاتره بتشقى وبتتعب وبتعمل اللي عليها مهما كانت قله الامكانيات، ومهما كان الصعوبات اللي بيلاقوها، ومهما كان المعاملات اللي ممكن تحبطهم، لا، بيدوسوا على كل ده وبيكملوا طريقهم، وبيقولوا زي ما بيقول يعني محدش يقدر يوقفنا عن طريقنا وعن هدفنا. ده نوع من الانواع. ولكن في دكاتره تاني بتسافر بره دول الخليج عشان خاطر يبقى في عائد مادي. مش عيب ان انت تسافر ويبقى في عائد مادي مجزي تكمل بيه حياتك وتصرف بيه على اهل بيتك، لكن ما تنساش ان انت دكتور، ما بين قوسين دكتور مصري، مصر اللي علمت الدنيا او علمت العرب الطب،
مصر اللي دول عربية ما دخلهاش الطب إلا بفضل الأطباء المصريين. خليك عندك عزة بمصريتك، عزة إن أنت خريج كليات الطب من مصر، خريج كلية الطب القصر العيني، خريج كلية الطب عين شمس، خريج كلية الطب جامعة المنوفية أو أي جامعة فيك يا مصر. خلي عندك عزة بنفسك إن أنت حكيم باشا مصري، والدكتور المصري والطبيب المصري يستطيع ان هو يوصل للعالمية، ويستطيع ان هو يبقى دايما فعلا نموذج مشرف لبلده. الخميس الجاي عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب العيد ينعاد عليكم بالخير والبركات. اشوفكم بعد العيد بإذن الله في حكيم باشا. كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.